الحلقة المرة دي مقسومة لجزئين، الجزء الأول عن موضوع الحلقة والجزء الثاني فيديو لصاحب موضوع الحلقة. بقول لك أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنت بتقولها دي، فهمني واحدة واحدة. ماشي، لما نبدأ هنفهم كلنا إن شاء الله. أعلنت زعيمة حزب هندوتفا الهندوسية المتطرفة سادفي باريتشي عن مكافأة قدرها 5 مليون روبية هندية، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار، لمن يتمكن من قطع رأسه وتعليقها على أعلى شجرة. دولته بتطالب بإعدامه، الإنتربول تصدر مذكرة توقيف دولية في حقه، بريطانيا تمنعه من دخول أراضيها، وكمان ترك السعودية علشان ما يترحلش، وأخيرا ماليزيا اللي قبلت يعيش عندها بتمنعه النهاردة من إلقاء الدروس والمحاضرات على أراضيها. ذنبه الوحيد إنه بيدعو إلى الله عز وجل. الداعية الدكتور ذاكر نايك. في سنة 1965 وتحديدا في مدينة مومباي الهندية اتولد الدكتور ذاكر نايك. اتخرج الدكتور بدرجة بكالوريوس طب وجراحة وتفرغ للدعوة الإسلامية، حافظ جميع الكتب السماوية وغير السماوية برقم الآية والحزب والصفحة، حتى كتب الهندوس والبوذيين، غير قدرته الكبيرة جدا على استحضارها وتذكرها. صاحب عقل كمبيوتري من الدرجة الأولى، وفي قنوات كثيرة جدا على اليوتيوب بتنشر لقاءاته ومناظراته ممكن تتابعوها وأغلبها مترجمة للغة العربية. وهو كمان يعتبر تلميذ الشيخ أحمد ديدان اللي قال عنه الشيخ: ما أنجزته في 40 سنة أنجزه ذاكر في 4 سنوات. والملقب أيضا بديدات الأكبر، ألقى حتى الآن أكتر من 1000 محاضرة رسمية في مختلف دول العالم، أعداد كبيرة جدا أسلمت على أيديه تقدر بأكتر من 500,000 شخص. ده غير المقاطع اللي ليه كتيرة جدا على اليوتيوب تم حذفها، اتصنف من أكتر 80 شخصية مؤثرة في الهند اللي بيبلغ عدد سكانها أكتر من 1 مليار نسمة. وفي 1/4 سنة 2000 اتعقدت أشهر مناظرة قام بها الدكتور في مختلف دول العالم، وكانت تحت عنوان القرآن والإنجيل في ضوء العلم، وكانت المناظرة دي ضد ويليام كامبل في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. كرمته السعودية بجائزة الملك فيصل العالمية بحضور الملك سلمان، الجائزة دي اللي بيبلغ قيمتها أكتر من 200,000 دولار، واللي اتبرع بيها الدكتور ذاكر في الحفلة وهو بيقول كلمته. وفي 13/5 سنة 2017 بتصدر حقه مذكرة اعتقال من الإنتربول الدولي بإلقاء القبض عليه زورا بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال. الدكتور ذاكر كل جريمته إن مفيش حد في العالم قدر يهزمه في نقاش أو جدال، كل جريمته إنه أراد إنه يضيء عقول مظلمة ويرشدها لطريق الحق والصواب، كل جريمته إنه حب البشر كلهم وأراد إن هم يدخلوا الجنة. لما عجزوا عن هزيمته فكريا اتهموه بهتانا وظلما، مفيش يوم حمل فيه سيف ولا يوم حرض فيه على قتل أي أحد، وما أذاش أي إنسان ولو بكلمة. ذاكر نايك يعتبر مثال لتاجر الحسنات، تاجر الحسنات اللي بيتاجر مع الله عز وجل في تجارة كده كده هو كسبان فيها، لان التجارة دي ما فيهاش ديون ولا فيها زعل على خسائر. خلي دايما السوشيال ميديا دي مكان لكسب الحسنات مش مكان للهزار والضحك وبس. ذكر الناس بالدين، ذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بالله عز وجل، ذكرهم بكذا طريقة كده كل اللي هيشوف تذكيرك ده هيتعمل من حسناته زي ما بنقول كوبي وبيست في ميزان حسناتك انت، يعني نسخة كاملة من حسناته اللي هيعملها بسببك هتكون في ميزان حسناتك انت. لو شجعت حد بكلمة بس واعتبرتها جبران خاطر مسلم ممكن يتغير بسببها ويعمل حاجات كويسة ما كانش بيعملها قبل كده في حياته، وانت هتعيش حياتك عدات حسنات بيعد. دي امثلة بسيطة بس، وفي مليون طريقة للمتاجرة بالحسنات مع الله عز وجل، وزي ما قلتلكوا انت كده كده كسبان. من فضلك ادعم الدكتور ذاكر نايك بهاشتاج ادعم ذاكر نايك، ادعمه بكلمة او نشر فيديو او حتى دعاء. اسيبكوا بقى مع الجزء الثاني في الحلقة وهو فيديو لاحد لقاءات الدكتور ذاكر نايك، علشان ما طولش عليكم. السلام عليكم. I'd like to ask if you could shed some light on a verse in the Bible. It's the Old Testament, Solomon chapter 5 verse 16. It's the Hebrew text. Hiko mamitikim wikulo mahamadim zidude wazara'i baine Jerusalem. I know that in English, Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is, why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? Well, the sisters asked the question. She's given the Hebrew of the verse of the Bible from Song of Solomon,
chapter number 5 verse number 16 which says hikum amitakim vikulli muhammadim zaidudi zairai baina jerusalem, which means, sister only translated one word, it means he's most sweet, he's altogether lovely, he's my beloved, he's my friend, O daughters of Jerusalem. This is the complete translation of the Hebrew verse she quoted. And when it says hikum amitakim vikulli muhammadim, Muhammadim in the Semitic languages, when you give respect, you add him to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. The same thing to the name Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, they add him and it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. Sister is asking, then why don't the Christians believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? Sister, you should ask this question to the Christians. I asked this question to hundreds of Christians. Alhamdulillah, some of them accepted Islam. Most of them did not. So I agree with you that the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions, including Bible. And as I mentioned earlier, that not only is he mentioned by name, he's even prophesied in various different parts of the Bible. He's prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In Song of Solomon, chapter 5, verse 16. He's also prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. In several places, sister. So that's what I asked to the Christians. If it's clearly mentioned about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? Those Christians who really study and analyze and do research, alhamdulillah, they accept Islam. The others who do not want to accept the truth and say, oh, I've been a Christian for 40 years, now you want me to change my religion? So they are afraid. Many a time the ego comes in between, many a time the society comes in between, many a time what will my friends tell me, what would my customers tell me. So these things prevent them from accepting the beauty of Islam. What they fail to realize, they wouldn't mind offending their creator just to please their family and their friends. Pleasing our creator is more important than pleasing your family and friends. So those who realize the importance of creator, importance of Almighty God, alhamdulillah, they accept Islam. Sister, I would like to ask you that, are you a Christian or are you a Muslim? I've been studying Islam for about 6 months. MashaAllah. So do you believe now that there is one God? I do. Do you believe Jesus is God, peace be upon him? No, I don't. Do you believe Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of God? Yes. MashaAllah. So if you believe there's one God, you believe Prophet Muhammad, messenger of God, then according to me, you are 6 months of research. Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yes. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the mu'min, the believer, tears roll from their eyes. So these are tears of happiness and joy that you have found the truth. As Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth and the truth shall free you. So I believe the truth has freed you today, sister. Your 6 months of research has brought you to the truth. Sister, would you like to accept Islam? Sister, would you like to accept Islam? Yes. Is anyone forcing you? Absolutely not. You're doing it out of your own free will? Yes. Inshallah, I said in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadim. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu.
Red Usulu. I bear witness that there is no God, but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that as He has guided you, may Allah make you a source to guide the other non-Muslims towards Islam. And I pray to Allah to grant you the best in this world and the Akhirah, and to grant you Jannah, paradise, inshallah.